مساء الخير. من يومين كده سمعنا خبر بوجود مقبرة لجنود مصريين في إسرائيل. هو إيه الموضوع ده؟ عمل ضجة كبيرة جدا في مصر. مين اللي طلع وصرح بكده؟ ومين اللي عنده المعلومات الكافية؟ هنقول ده في خلال الفيديو. في صحيفة صهيونية اسمها هارتس انفردت بنشر خبر مقبرة جماعية لجنود مصريين في إسرائيل. مين اللي كتب المقال ده؟ صحفي اسمه يوسي ملمن، هو صحفي إسرائيلي، هو اللي كتب المقال ده ونشر الخبر، وهو متخصص في الأخبار العسكرية. قال ايه بقى يوسي ملمن؟ قال ان في شاهد عيان جندي من القوات الصهيونية هو اللي طلع يحكي القصة كلها، وعلى لسان الجندي ان في مقبرة جماعية لجنود مصريين موجودين في مستوطنة اسمها نخشون، والمكان ده اتبنى عليه ملاهي اسمها ميني اسرائيل. المقبرة دي تحت موقف السيارات في منطقة ألاترون. هنرجع بقى بالايام لسنة 1967. في الوقت ده كان في عملية دفاع مشترك ما بين جمال عبد الناصر والملك حسين ملك الاردن، وموجب الاتفاق مع الرئيس جمال عبد الناصر بعد كتيبتين من الكوماندوز المصرية، وهي وحدات خاصة وبتتضمن 100 جندي من القوات المصرية، بعتهم في منطقة ألاترون على بعد 25 كيلو من القدس بالمحاذاة مع حدود الأردن. المهمة اللي كانوا رايحين فيها انهم يهاجموا المطار ومنشآت حيوية داخل العمق الإسرائيلي، والمكان ده اسمه النحشون، وهو مكان زي مزرعة كده وبيه حقول وزرع. وراح الموقع اللي المفروض كانوا يروحوا فيه وملقوش المطار، اكتشفوا ان الخريطة قديمة جدا ومش صحيحة، فتم محاصرتهم من جميع الجهات وابتدوا يهاجموا اي حاجة تقابلهم، دبابة، اي هدف، اي حاجة يهاجموها. وهما ما بقوش عارفين يعملوا ايه، لا لقيوا المطار والخرايط قديمة ولا ارشادات ولا مراقبة ولا اي حاجة خالص، حسوا انهم متحصرين. وفي حاجة بقى انا عايزة اوضحها هنا مهمة جدا، ان القوات الصهيونية ما قدرتش على 100 جندي. تخيلوا جيش بحاله ما قدرش على 100 جندي مصري. ودي المواجهات المباشرة استمرت 3 ايام، وفي الاخر القوات الصهيونية هنا استخدمت قنابل الفسفور، وقنابل الفسفور دي تعتبر من جرائم الحرب، مادة شديدة الاشتعال، يعني محرمة دوليا. تخيلوا جيش بحاله من القوات الإسرائيلية يستخدم قنابل الفسفور قصاد 100 جندي بس فقط مصري، إلا لو كان مش عارف يعمل معاه أي حاجة، يعني ماتوا واستشهدوا أبطال برضه. وبالفعل قصفوا عليهم قنابل الفسفور وقامت حريقة في الحقول وفي الزرع اللي كانوا فيه، وتم إحراق 25 جندي مصري أحياء. تم إحراق 25 جندي مصري أحياء، حرقوهم وهم صحيين، وتم القضاء على 100 جندي، هما في الحقيقة 80 بس، دول اللي اكتشفوهم. الباقي بقى بيقولوا عليه ان هم ممكن يكونوا هربوا مع اللاجئين الفلسطينيين، ومنهم اللي رجعوا مصر، وبقى المكان كله مليان بالجثث والاشلاء. تاني يوم راحت قوات من قوات الجيش الاسرائيلي وحفروا حفرة بالجرارات والفحارات، حفروا حفرة بعمق 20 متر وجابوا كل الجثث ودفنوهم مع بعض. ومش كده وبس، ده كانوا بياخدوا من جثث الجنود المصرية الساعات بتاعتهم، المحافظ بتاعتهم، اي متعلقات شخصية ليهم، سلاح، اي حاجة، وكانوا بياخدوها بيلبسوها ويقولوا عليها ذكرى، وردموا المقبرة وما قالوش حتى ان دي مقبرة. اصلا الكلام ده كله محرم دوليا، المفروض يحطوا كل جثة في قبر لوحده ويعلموا بعلامة. والمكان ده اتبنى عليه ملاهي كبيرة جدا اسمها ميني اسرائيل. اسئلة كتيرة جدا في الموضوع ده، اولها هو ليه الجيش زمان ما سألش على الناس دي؟ طب هي رفات الجنود المصريين دي هترجع تاني؟ طب هي ليه اسرائيل بتعلن الكلام ده دلوقتي بالتحديد؟ اكيد في سبب، واسئلة كتيرة جدا. بس المهم هنا ان طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقق من المعلومات اذا اوضح باسم الرئاسة المصرية انه تم التوافق مع السلطات الاسرائيلية بتحقيق كامل بشأن الموضوع. رحمة الله على الجنود المصريين. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.